بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الحق الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود، واهب الحياة وخالق الوجود، الذي اتصف بالصمدية الذي اتصف بالصمدية الذي اتصف بالصمدية وتفرد بالوحدانية، والملائكة وأولو العلم على ذلك شهود. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه حيث كان ولم يكن هناك وجود. نحمده تبارك وتعالى فهو الرحيم الودود، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ذو الخلق الحميد والرأي الرشيد والقول السديد، بلغ الرسالة على التحديد وأدى الأمانة دون نقص أو مزيد، أرشدنا إلى طريق الهداية والتسدير. اللهم إن نسألك كما أمرتنا أن تصلي وتسلم وتبارك عليه وعلى آله، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآله في العالمين، إنك حميد مجيد. الحديث اليوم حديث قريب من القلب، حديث التفويض، حديث تسليم الأمور، حديث أولئك المهمومين، أولئك المغمومين، أولئك الذين لا يجدون حلا، أولئك الذين ضعفت حيلتهم وقلت قوتهم وضعفت. اليوم الحديث كيف نتوجه إلى الله بالتفويض، وكيف نفوضه أمورنا، ومتى نفوض الأمور؟ هل في كل مرة؟ هل في كل مرة؟ لا، ليس في كل مرة، هناك أمور نحتاج فيها أن نفوض الله تعالى، وهناك أمور نحتاج فيها أن نتوكل عليه سبحانه. ونريد أقول كان يا جميلاتي يا عزيزاتي يا غالياتي، أنه الله سبحانه وتعالى من كرمه ولطفه أعطانا وسائل لكل حالاتنا. للغضب لنا الله تعالى أعطانا وسيلة، للخوف الله أعطانا وسيلة، للعمل الله أعطانا وسيلة، للسعي أعطانا وسائل، وسائل مالها وسائل روحية، غذاء كذا روحي نحتاج إليه، لأننا لسنا أجساد، ما أجساد، نحن لسنا بأجساد، نحن يا غالياتي مشاعر روح تحتاج إلى غذاء. مثل ما الواحد كذا ينقي غذاء أو يختار غذاء يعني حلو، ودائما كذا يعني مثل ما يقولوا إيش، لما يقربوا الأكل في بعض النساء كذا ما شاء الله عليهن يحبن إيش يسوين، يكونن إتيكيت كما يقولوا، يحبن يكونن إيش منظمات، ودائما يهتمن بهذه التفاصيل، التفاصيل المادية. هناك أشياء أيضا يحتاج، ما أقول إنه ما تهتموا بالتفاصيل المادية، كي جميل النظر تشوف، يعني العين تشوف على الأشياء الجميلة. أنا لما أشوف سفرة حلوة جميلة الله تنفتح نفسي. طيب نفس الشيء نحتاج أن نعطي هذه النفس بعض الأشياء الجميلة، ليش؟ عشان ترقى تسمو. الله تعالى يريدش تسمين، إذا سموتي بالروح سما جسدك. على فكرة الناس اللي روحها كذا روحها ما شاء الله ممتلئة بذكر الله وبطاعته وممتثلة لأوامره، أتحداكم إنهم ما جميلين، جميلين يكونوا، جميلين بشرتهم جميلة، تفاصيلهم جميلة، لما تشوفيهم كذا ترتاحي. سبحان الله، ماذا يفعل بهم ذكر الله تعالى؟ يفعل بهم الفعائل الجميلة، يعني سبحان الله يصلح لهم كل شيء، بل إن الله تعالى يعينهم على الخير وفعل الخير. الله تعالى اليوم يريدنا أن نفعل الخير باتباع أوامره واتباع سننه. في قواعد كذا يعطينا إياها، أنا دائما أسمي القرآن الكريم ليس فقط كتاب عبادة، ترى هذا كتاب قواعد، قواعد سنن، خذي لي السنة، سنة من السنن تحل عندك مشكلة. كل سنة الله تعالى ما سنها لك إلا أعرفي أن الله تعالى سنها لك لصلاحك، ما يسن الله تعالى شيء إلا وفيه الخير الكثير. ومن ضمن السنن التي سنها الله لنا سنة التفويض. على فكرة في ناس كثير تعاني من شيء، وأنا متأكدة الآن على الأقل، على الأقل من الحاضرين هناك مجموعة من الأخوات نسبة كبيرة وش يقولوا؟ ما لاقين وقت، صح ولا لا؟ في ناس تقول ما لاقين وقت، هل صحيح هذا الكلام؟ ها؟
في ناس تقول ما لاقين وقت. ما رأيكم؟ ما رأيكم في ذلك؟ صح ولا لا؟ أيوة، دائما مالهم مزحومين، دائما مزحومين، دائما تعبانين، دائما مضغوطين. سبحان الله سبحان الله، دائما عندهم ضغط، ما عارفين ويش يسووا. دائما يقولوا ما ملحقين على شيء، وهذا الشيء وهذا الشيء اللي ما ملحقين عليه إيش صاير؟ مخلينا عصبيين، مخلينا مضغوطين، مخلينا على الشوية البسيطة نبكي ونتعب، مخلينا على الحاجة يعني ما يحدث حدث إلا خلاص منهارين. الأم تسقط ذلك على أبنائها، الزوجة تسقط على زوجها، وكل حد سبحان الله. إيش السبب؟ نحن السبب حبيباتي، لأن الوقت أصلا ترى أنتي المشكلة. المشكلة ليست في الوقت، المشكلة فينا إحنا، في أن الداخل عندنا مبعثر، ولذلك المهام نقوم بها بشكل متبعثر. داخلنا مبعثر، ولذلك كل شيء طبيعي يكون مبعثر. كيف يعني داخلنا مبعثر؟ قبل إدارة الوقت أنا أصلاً ما قادرة أدير الداخل، كيف أدير الوقت؟ إذا كنت داخل ما قادرة أديره، كيف يعني؟ يعني أنا مستوية، ها؟ مستوية إيش؟ مستوية سلطانة زماني. كيف يعني؟ كل شيء أبغى أسويه وحدي. ليش؟ لأني أنا بصراحة ما أثق في الآخرين ببساطة، أريد أسوي كل شيء وحدي. تخيلوا كيف يعني؟ يعني وحدة مثلا يعني إحنا مستويين بين إيش؟ بين 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 أمرين، إما وحدة مفرطة في كل شيء ما مهتمة في كل شيء، وإما وحدة شايلة هم الدنيا كلها. كيف؟ من أولاد، من أخوات، أنت أخوات شايلة همهم، شايلة أمور البيت، بيتها بيت عائلتها وبيت الكبير، البيت الكبير، وممكن يكون عندها دوام شايلة هم الدوام، وشايلة وأي حد تجي صديقتها تتصل فيها لا لازم أشيل هم صديقتي، وتروح الدوام وشايلة هم الدوام، ممكن تكون هي أصلا مديرة المكان اللي هي تشتغل فيه، شايلة هموم الموظفين عندها وشايلة كل شيء. وبعدين في النهاية تقول ليش ما عندي وقت، ما ورى علي ذاك الجسم ولا ذاك العقل. طبيعي طبيعي حبيبتي ما تستطيعي، لأنه عندنا مشكلة اسمها عجز في التفويض. كيف يعني؟ يعني حتى الله سبحانه وتعالى أنت ما جالسة تفوضي، بس أنا والله دائما أقول حسبي الله ونعم الوكيل، بس أنا والله دائما أقول وأفوض أمري إلى الله. أنت تقولي قولي بس ما تفعلي. أنت تقولين صح ونعرف، وما أكثر المعرفة اللي نعرفها، لكن مالنا ما نفعل، ما نفعل. لماذا لا نفعل؟ لأنه ببساطة 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 ما عندنا شيء اسمه إيش؟ إيش السبب في رأيكم؟ ما السبب اللي خلينا نقول ولا نفعل؟ نقول مفوضين أمرنا إلى الله ولكن لا نفوض في واقع الأمر. ثقة، بالضبط ثقة. نحن ليس لدينا ثقة، لأن التفويض يتطلب ثقة. تعالوا شوي شوي نعرف وين المشكلة، وين المشكلة وكيف نعالجها. ما احنا ما هنتكلم كلام كذا على الفاضي، نبقى كلام عملي. وإحنا قلنا هذه الآيات الكريمة لابد أن تتحول إلى تطبيقات، عشان إيش؟ أكون فعلا من المتدبرين، من المتأملين، من العاملين، ما بس العارفين. ترى مكثر الناس بحافظ القرآن ما شاء الله عليهم، ومكثر الناس بتقرأ بتجويد، ومكثر الناس اللي تتكلم بالقرآن، لكن من العامل بالقرآن؟ هو هذا
هو ذا اللي الله تعالى يريدك به. تطبيق، تطبيق. ما الحجة؟ الوحدة تتفاخر تقول أنا حافظ القرآن كامل لكنها لا تعمل منه شيئا، وحدة تقول أنا عندي دورات في التجويد لكنها لا تفقه منه شيئا ولا تؤدي منه شيئا. كل ذا، كل ذا ليس هو الأساس. أنا أقول لكم ليش، أنا أقول لكم ليش. أول شيء، أول شيء التجويد علم جاء بعدين، جاء بعدين للتنظيم. جميل، علم جميل للتنظيم، لكن هل جاء الأساس؟ لا، الأساس هو إيش؟ ليتدبروا، ليتدبروا، هو ذا الأساس. لما أنزل الله الكتاب ليتدبروا. خلونا نفهم، طيب إيش يعني ثقة؟ وكيف أبني الثقة؟ ومن ثم وين توصلني الثقة؟ عشان أعرف إيش مشكلتي لازم أعرف إيش يعني تفويض، وإيش يعني توكيل، إني أوكل الله تعالى وإني أفوض الله تعالى وإني أسلم الأمر لله تعالى. شوفوا الجملة هذه، أنا أريد اللي حابة تصور تصور الشاشة فلتصور هذه الجملة، حطنها كده. ها، ويا ريت يا ريت يا ريت، أنا دائما على فكرة متعجبني جملة مو أسوي، أعلقها، أعلقها. ليش أعلقها؟ عشان تكون إيش؟ مثل ما يقول إخواننا المصريين، حلقة. ليش؟ هقولها تو بطلعها الجملة. إدراك ثم ثقة ثم حديث ثم تصديق ثم تفويض. إدراك ثم ثقة ثم حديث ثم تصديق ثم تفويض. صورنها بغي تصورنها. إيش يعني؟ إيش يعني التفويض؟ كيف نصل إليه؟ إدراك، تمام، إدراك. إيش يعني إدراك؟ ثم ثقة، يعني اعرف من أنت تفوض أمرك إليه. إدراك، اعرف، أدركه، من هو، من هو الذي ستفوض أمرك إليه. إدراك رقم واحد، يعني أعرف. أيوة. ثم ثقة، ثم ضع ثقتك به. كيف أثق بالله تعالى؟ كيف أثق بالله تعالى؟ ها، عشان تثق به ماذا؟ صله، صله، تحدث إليه. إن دوام الوصل ما لو يزيد المحبة يا حبيباتي. من أرادت أن تكون، أن تكون ماذا؟ أن تكون من المفوضين أمورها لله، ها، تحدثي إليه كثيرا، إنه يحب أن يسمعك. لماذا؟ إيش يصير؟ إيش يصير في الحديث؟ ماذا يحدث في الحديث؟ الله، ستدمنيه، صدقيني ستدمنيه، ستدمني الحديث يا حبيبتي، حتى أنك ها ستستغني بالله عن العالمين، ما تشتكي الحد. لماذا؟ لماذا؟ لأن الحديث مع الله لا يحتاج وقتا ولا مكانا ولا تهيئة، ها، ولا لازم أحط موعد، ما يحتاج. إنه حديث يكفي أن يكون بالقلب لا بالكلمات، يكفي أن تقوليه بالقلب لا بالكلمات، يعني يكفي أن يتحدث القلب دون أن ينطق. وأنا قلت حديث ولم أقل نطق، لأن النطق يعني صوت، ما يحتاج صوت، لا تحتاجين صوت. هل تحتاجي إلى شرح؟ لن تحتاجي إلى شرح، يكفي أن تتنهدي تلك التنهيدة اللي فيها إيش؟ يا الله، قوليها كذا، يا الله. تنهيدة، تنهيدة ماذا؟ تنهيدة إسقاط حمل، حمل ثقيل. أنت عندش حمل ثقيل وتقول يا الله، حديث، يا الله، يا رب تعبانة، يا رب منهكة، يا رب أتأذى، يا رب أتألم. قوليها الله، انطقيها كلمة الله. وللعلم، الله الآن أصبحت علاج نفسي للتفريغ، للتفريغ. الآن تستخدم في الدول الأجنبية، اسم الله يستخدم. الناس اللي تقول لي ما نحب الآهات، ترى الآهات تفريغ، يوم نحط الآهات في المرافق الصوتية عشان التفريغ يا حبيباتي. تفرغن، 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 تفريغ، فرغي. ليش؟ إن التفريغ تطهير، اطهري قلبش مليان. في ناس تقول هذا غم، لا، ما غم حبيبتي، ما غم، فرغي. لما تقولي الله 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 تخرج من عمق القلب، ها، من عمق القلب. فماذا تعمل؟ تصفية،
تصفية، تصفية لماذا؟ لهذا القلب. ونقولكم يا هي هذه، هي هذه يا حبيباتي واحدة من التقنيات، والله إنها تستخدم الآن في الدول الأجنبية، الفكر الغربي يستخدمها. لماذا؟ يقول لش أحد الوسائل للتفريغ، والله يقول لك ها من منادي ناديني، ها هل من داعي فأجيبه، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من محتاج فأعطيه حاجته. وانتي ها بعد ذلك ماذا يحدث؟ كثرة الحديث ها لله يؤدي إلى أن يطمئن قلبك فيصدق. بعد الحديث يطمئن قلبك يا حبيبتي ويصدق، بعد التصديق خلاص تسليم، تسليم تفويض تام، تفويض تام. إيش يعني تفويض تام؟ يعني يا حبيبتي ما عجزتي عنه وما لم تستطعه قوتك ولا حيلتك، الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات، ما يعجزه شيء. فما تظن أن الله تعالى يتركك؟ شايف ذيك الله، شوف الله الذي سمى نفسه بالله، والله ترى اسم الذات العلية، ها ليس من إله يسمى الله إلا الله. شوفوا أن سمى نفسه الله، أن سمى نفسه الله، ما بس تنطقيها بل تشفين بها، يشفى ذلك القلب المنهك وذلك العقل المتعب يشفى. ثم ماذا؟ ثم إذا صدقت يا الله، لأني أنا مدمنة. شوفوا الناس اللي مدمنة تتحدث إلى الله تعالى، الناس التي مدمنة، شوفوا على فكرة حتى وانت تنامي، لما تنامي أريد أقول لكم إياها، يعني هذا بعطيكم إياها طريقة، وهذه أنا أسويها لما أنام وشي يعني متعبني مضايقني، ها أبث حديثي قبل النوم لله، وآخر شيء أقول أذكار النوم، أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك. أنهض الصباح ما شاء الله عليه، ما كان شيء مستوي أبدا، تحدثي تحدثي. في ناس مو تسوي بس دموع 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 دموع، تكلمي خلي القلب ينطق. الناس تبكي، لماذا تبكين؟ احكي له، قولي له يا رب انت شايف حديث القلب، حديث القلب. أرجو الأخوات اللي ما عندها صوت تساعدوها، يا حبيباتي اللي عندها طريقة تفعيل الصوت، صورة أو شيء عندكم، أعطوا الأخوات كيف يفعلوا الصوت، لأنهم ما عارفين كيف طريقة تفعيل الصوت. ربي بارك فيكم وأكون لكم من الشاكرين. التفويض ألا يرى العبد، ألا يرى العبد في نفسه حولا ولا قوة. متى؟ لما أنا أشوف نفسي ما شيء، ما بيدي حيلة، ما بيدي حيلة. وهنعرف إيش الفرق بين التوكل والتفويض، هنعرف ما الفرق بينهما. ما بيدي حيلة خلاص، كما يقولوا إيش، القيل واقف والحيلة مالها، خلاص عثرانه، ما شيء، ما لا أستطيع، لا حول ولا قوة، خلاص إلا بالله. ما عنده طريقة، ما يعرف يتصرف، لا يستطيع التصرف، لا يستطيع التصرف، خلاص واقف. فهنا في هذه الحالة إيش؟ يذهب إلى الله ويفوض. طيب والتوكل؟ التوكل مقرون بالنتائج، التوكل مقرون بالنتائج، أما التفويض مقرون بالعجز. كيف يعني؟ أفرق، شوفوا إيش الفرق، شوفوا الفرق بين التفويض والتوكل عشان نعرف ما الفرق بين التفويض والتوكل، لأنه في ناس تخلط بينهم وفي فرق. هقولكم إيش معناتها بإذن الله تعالى. الفرق بين التوكل والتفويض، أتوكل عندما أكون أعرف الطريق، عارفة الطريقة وأسعى وعارفة الخطة، عندي الخطة واضحة، تمام؟ هذه معناته أنا عارفة هذه، لكن ماذا أفعل؟ لكن النتيجة اللي جالس، الشيء اللي جالس أشتغل عليه وأسعى عشانه، نتيجته تركتها لله، هذا توكل.
النتيجة ماله تركتها لله، توكلت عليه هو اللي تمم لي تمام الأمور، تمام الأمور، أترك تمام الأمور لله. يعني أنا أسعى ثم أتوكل، لماذا؟ حتى يتم لي الله السعي. ألا نقول الحمد لله الذي تتم بفضله الصالحات والنعم، تتم بأمر الله، تمام الأمر. إذن التوكل لما أنت تريدي إيش؟ تريدي مثلا، خلينا نقول إيش، واحد طالب يذاكر 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 يذاكر، عارف إنه في حاجة اسمها لازم أذاكر، ثم ماذا؟ ثم النتيجة يتركها لله، نتيجة الثانوية. والآن طلبتنا مقبلين، سأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يشرح صدورهم وأن ييسر أمورهم وأن يحلل عقدة من لسانهم يفقه قولهم يا رب، وأن يفتح لهم مغاليق الأمور ويجعل الامتحانات على قلوبهم يسيرة 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 يا رب العالمين. سأل الله ذلك لكل طلبتنا أيا كانوا في أي مكان كانوا. إذن هذا هو التوكل، هو سعى بالمذاكرة وعلى الله النتيجة، تمام الأمر على الله، هذا واضح. أما التفويض عندما تضعف حيلتي، إيش حيلتي؟ يعني عقلي خلاص لا يستطيع أن يدب. الحيلة أي التدبير، التدبير حيلة، لما أقول لا حول أي لا تدبير، ما عندي الوسيلة، ما عندي السعي، لا أعرف كيف أسعى، لا أعرف من أين أتي ولا أذهب، ولا خلاص لا طريق ولا سبب، ما عندي. الحول أي الحيلة، لا أملك حيلة أو تدبيرا. أما القوة خلاص تعبان من كثر ما هدني الموضوع، تعبت. فلذلك ماذا نقول؟ أفوض أمري إلى الله، وتجزي عنها لا حول ولا قوة إلا بالله، نفس المعنى، تؤدي إلى نفس المعنى. لا حول، نعم، وليس لا حول، أحيانا يكتبوها خطأ، ينطقونها، لأنه لما تقول لا حول فيظن أنها هاء أو تاء. إذن لا حول من الحيلة والتدبير، ما عندي حيلة، لا أستطيع، ما عندي طرق، ما عندي طريقة. ويحدث أحيانا الإنسان مثلا يمر بضائقة مالية، يمر بضائقة مالية ولا يملك سببا لإيجاد المال، ما عنده سبب، حاول وطرق كل السبل، ماذا فعل؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أو قال وأفوض أمري إلى الله، خلاص أنا راضي. إيش معنى أيضا أفوض؟ التفويض يعني الرضا بالحكم، الرضا أيضا بالحكم. إيش يعني الرضا بالحكم؟ عشان نفهم، التفويض أول شيء يكون لما أكون أنا عاجز، لا عقلي قادر يفكر ولا جوارحي قادرة تعمل، لا عقلي يستطيع التفكير، عقلي واقف ما قادر أجيب طريقة، تمام؟ عندما يعجز العقل عن إيجاد طرق، ولا يستطيع جسدي خلاص ما بإمكانه، ثم ماذا؟ ثم أن الله تعالى تركت له التدبير وتمام الأمور والحكم في الأمر، أي نتيجة؟ أنا راضي فيها، خلاص أنا أعطيت إيش؟ كل الأمر تدبيرا وتمام الأمر ونوعه، نوعه إيش نوعه؟ يعني أي كان اللي الله تعالى يقدرني، أنا خلاص سلمت كامل الأمر، وهذا هو التفويض، هذا هو التفويض، كامل الأمر. يعني متى أسلم الكامل الأمر؟ هل كل مرة أسلم كامل الأمر؟ لا حبيبتي، ما كل مرة، لا مو لعبة ترى، ما كل مرة، لا، متى؟ عندما تصلي إلى مرحلة إنه السعي عندك خلاص وقف، لأن الله تعالى
ما يريدش تكون لأنه هذا يسموه تواكل. يعني أنت خلاص أنا تركت الأمر لله، وأنت ما تعبتي ولا بذلت جهد. لا، هذا أنا بذلت جهدا وحاولت ومرة ومرتين وعشر مليون، ولكن وصلت إلى مرحلة أغلقت خلاص، كل اللي أقدر عليه سويته. لا أستطيع يا رب، أنت الذي تستطيع، وحدك الذي تستطيع، أنت صاحب التدبير. وهذا اعتراف. لماذا اعتراف بعد الجهد؟ أنه يا رب أنا أعترف أني مالني، لا ما أستطيع، أنت الذي تستطيع، فأترك لك. أيوة، بعد العجز التام والمحاولات خلاص. كم هي عدد المرات، كم هي عدد المرات التي نصل فيها إلى أبواب مغلقة ولو نطقنا وقلنا وأفوض أمري إلى الله لفكت؟ لأن الله سريع. إن صدقتي إن الله سريع يا حبيباتي، سريع إذا فوضتي له الأمر. شوفوا لما تفوض الأمر للناس، بخبرش إيش الفرق بين التفويض لله وتفويض الأمر للناس. التفويض أوسع من التوكل. ليش؟ لأن التوكل أنا أعمل بالأسباب، التوكل أنا أعمل بالأسباب وتبقى تمام الأمور لله، تمامها لله. لكن التفويض أنا خلاص لا الأسباب ولا تفكيري، وخلاص قوتي خلاص، أنا فقدت كل شيء، ما أستطيع. عندها يا رب، وكم من إنسان ماله يصل إلى مرحلة فعلا، يعني في ناس تصل إلى مرحلة تقول بس خلاص حاولت يا رب، أنت شايف، أنت عارف، والله تعالى يعلم، يعلم أنك سعيت. ما واحدة جالست لي أنا اليوم تعلمت التفويض، والتفويض أني أسلم الأمر كله، الأسباب وكل شيء أفوضه وخلاص أنا فوضت أمر لله. هذا اسمه تواكل، لأنش ما فكرتي، لأنش ما فكرتي ولا سعيتي. يكون التفويض بعد السعي والتعب خلاص. طيب، التوكل لا يكون إلا بعد وقوع السبب، يعني خلاص بعد ما صرت وسعيت وإلى آخره. والفرق بين التوكل والتفويض، التوكل عشان أجيب مصالح. عشان إيش؟ التوكل عشان أحقق مصلحة. أنا أتوكل على الله عشان يحقق لي نتيجة أنا أريدها، مصلحة، نتيجة أنا أريدها. هذا التوكل. عادة نحن نتوكل لما نريد إيش؟ مصلحة. لكن التفويض، التفويض، التفويض عندما أريد سندا يغيب السند ويبقى الله السند. إذن التفويض لما أريد سند، الله عليك وانت مصورتني وانا مسوية كذاك، ما قصرتي من ذي الحلاوة زهرة البنفسك الله يسعدك، ما قصرت اسميها، كانت حركة فل حلوة الله يبارك فيكم. إذن التفويض أي أنني الحاجة إلى السند، سند حتى أقوم، سند حتى أقوم، سند حتى ماله، حتى أنهض من أول وجديد وأعيش من أول وجديد. هذا هو التفويض، هذا هو التفويض. التفويض يعني أن ما في قلبي وما وجسدي خلاص، كانوا تعرفوا شيء ميت ويحتاج إلى إحياء، من الذي يحيي الموتى؟ بالله عليكم قولا لي، من الذي يحيي الموتى؟ من الذي يحيي الموتى؟ الله. إذن شيء مات وأريد أن أحييه. ولذلك يا حبيبتي، إذا أردت أن تحيي شيئا قد مات في قلبك فوضيه، لأن الله هو الحي القيوم يحيي ويميت. شوفي، حي قيوم، لاحظ الاسم، لاحظ الاسم، حي قيوم، إيش يعني؟ يحيي لك أمرا يئستي منه وضعفتي
ثم يقيمه لك. ها يقيمه، يقيمه بعدما مال، بعدما سقط من يدك، بعدما ضعفت قوتك يقيمه. شوفوا الأسماء كيف مترابطة مع آيات الله ومع السنن. شوفوا ترى الله تعالى ما جايب الأسماء كذاك، ما قال عن نفسه، ما سمى نفسه كذاك، اعتباط. كل شيء له معنى، له معنى، وما يسقط إلا في الناس التي تعي القرآن وعيا صحيح، مخلي قلبها كذا ماله، مخلي قلبها وعقلها ماله متفتح. التحسب شيء، التحسب شيء، التحسب شيء، التحسب أمر، التحسب دعاء، دعاء تطلبين فيه ها أنه نتيجة ما يص... ما... النتيجة من ضمن النتيجة اللي تريدين فيها أن الله تعالى ينصرك، تريدين النصر في الحس في ال... في ال... شو اسمه في ال... عندما تحتسبي أو تتحسبين على أحد، تتحسبين على أحد تريدين فيها أن الله تعالى ينصرك، تريدين النصرة، لأن قدنكم أي شيء فيه توكيل معناته أنت تريدي مصلحة، فأنت تريدين النصرة أن الله ينصرك. أما التفويض تريدين أن يقيمك الله، يقيمك إقامة بعدما ماذا؟ ماتت الحيلة وماتت القوة. ما نقول ماتت، نقول ضعفت، ضعفت، يعني وصلت مرحلة خلاص أنا لا حولي ولا قوتي ولا الدنيا كلها تقدر تعمل لي شيء، ما حد يقدر يعمل لي شيء. هذا معناته التفويض. لما أشوف إنه كل شيء، كل شيء أمامي متسكر، رحت عند مثلا أنا عندي ضائقة مالية، رحت عند صديقتي قالت ما عندي، رحت عند أخوي قال لي ما عندي، رحت عند أبوي قال لي ما عندي، رحت عند فلان قال لي ما عندي، ما حد عنده. طيب الآن ما وقته أنه أنا أشتغل في حاجة وتطلع لي فلوس، لأنه أنا مستعجل باغي فلوس، باغي فلوس ما عارف من أين أتي بها، ما عندي. حاولت، هذه الطريقة اللي أعرف لها يا رب، هذه الطريقة التي أعرفها، دلني يا رب، فوضت أمري إليك، ها تركت الأمر لك، خلاص باللي يصير. ولا يفوض إنسان لله تعالى إلا وهو يرضى بحكمه، إلا وهو يرضى بحكم الله. تعالوا نلخص، نلخص الفرق، تعالوا نلخص الفرق بين التفويض والتوكل. التفويض يكون إيش؟ عند غياب القدرة. أما التوكل يكون مع السعي. الكفاية في التوكل يكفيك الله النتيجة، في التوكل يكفيك الله النتيجة. أما في التفكير في التفويض، الله يكفيك التفكير، أصلا شيء أثقل عن التفكير؟ ها شيء أثقل عن التفكير؟ هل يوجد شيء أثقل عن التفكير في حياتنا؟ ممكن إنسان يشل، تعرف بنية العيش يشلها، لكن ما يقدر يشل التفكير. لا شيء أثقل من التفكير على الإنسان. يقول لش أشل حصاة ثقيلة ولا أشل تفكير، جبل أثقل. طيب نوع الكفاية قلنا هنا في التوكل تكفينا النتيجة، الله يكفيش النتيجة، بس أنت تفكري، أنت تسعي، أنت تحاولي. هذا بالنسبة لمن؟ للتوكل. أما التفويض تتركين التفكير، خلاص وعدتك يا رب، أنا فوضت الأمر إليك، إذن ما أفكر فيه، خلاص لا أفكر فيه، خلاص لأني ما أملك، فيكفي هم التفكير. الشمولية، التوكل جزء من التفويض، التفويض يحتوي على التسليم والتوكل، لأنه حتى النتيجة بأمر الله تعالى هنا. متى يكون ضروريا؟ التوكل مع السعي ضروري. لما تكوني تسعين، ها أنا هبدأ هبني البيت، توكلنا على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، صح ولا لا؟ فإذا عزمت توكل على الله.
أن التفويض يكون ضروريا عندما تغيب عند شويش السبل، تغيب السبل، تغيب الطرق. ما نوع الإغاثة في التوكل؟ التوكل يغيثك في السعي، أما التفويض يغيثك عند الضعف. أيوة، الباحثين عن عمل الآن، في ناس بحثت وبحثت وسعت 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 وشافت كل الأبواب مغلقة، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تفوض الأمر، تفوض. والمسرحين، وكل مهموم. لما تعجز الأسباب يا أحبتي اتركوها لله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. تجزي، تجزي في التفويض، تنفع. إما تقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، إما تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أو تقول حتى صاحب الدين إن لم يجد ما يسدد به دينه. لأنه الإنسان أحيانا مهما فعل لن يستطيع. أحيانا ممكن يخطط، في النهاية لا قوة ولا حول ولا شيء، ما ممكن. شوفوا الجمال حبيباتي. المتوكل يسكن إلى وعد ربه نتيجة. أنت أعمل، الله يعدك بالنتيجة. من يتق الله يجعل له مخرجا، هذه النتيجة، إنه يجعل لك مخرجا من يتوكل على الله. المتوكل يسكن إلى وعد ربه، وصاحب التسليم يكتفي بعلمه. كيف يعني؟ يعني أنا كيف أسلم؟ أسلم أمر لله لأني أعلم من الله، لأني أعلم من الله. من وين عرفته؟ دلني الله عليه. أما صاحب التفويض هو تمام التسليم. إيش يعني تمام التسليم؟ يعني يا رب أنا نقلت الموضوع عندك وسلمت لك وراضي بأي نتيجة، قابل، أقبل بأي نتيجة، لا أتذمر ولا أعترض، خلاص. ولأني موقن أن اللي هتعطيني إياه هو الأحسن. أيوة، هذا معناه التسليم، هو الذي يكتفي بعلمه، يعني يسلم الأمر. مثلا خلينا نقول مثال التسليم عشان نوضح إيش يعني التسليم. لما أنت تروحي مثلا في قضية معينة عندك، وتريدي توكلي محامي، وسمعتي عن هذا المحامي إنه هذا المحامي شاطر، وإنه في قضايا سبق وحلها نفس قضيتش، ما لا هتعرفوا إيش ترى. هو على فكرة التفويض عبارة عن ماذا؟ ثقة، ثم تسليم، ثم إيش؟ ثم توكيل. ثقة، تسليم، توكيل. ثقة، تسليم، توكيل. أول شيء وثقت، ثم ماذا؟ سلمت القضية. شوفوا مرة ثانية، التفويض ماذا؟ أفوض أمري إلى الله. ثلاثة، ركزوا معي. أيوة، خلاص أنا فوضته، لأني في البداية وثقت، ثقة، ثم تسليم، ثم توكيل. هذا إيش سوي؟ تفويض. يساوي ماذا؟ تفويض. وضحت الفكرة؟ ثقة، يعني أنا واثقة في هذا الشخص. كيف وثقت؟ لأني سمعت عنه، إذن أنا إيش؟ عرفت عن علمه فسلمته القضية، ثم ماذا؟ ثم وكلته عني. إذن هذا كامل تفويض. وضحت الفكرة؟ إذن التفويض أعم وأشمل، لأني أنا ما أعرف أجادل في المحاكم. ما أعرف أجادل، محتاج أفوض حد، ما أعرف أتكلم. عندي العلم، عندي المعرفة في ذي القضية، ما عندي. وهكذا ولله المثل الأعلى،
ما عندي، لا عندي المعرفة الكافية، لا عندي القدرة الكافية، لا عندي التخطيط الكافي، لا عندي السند الكافي. إذا من عندي؟ عندي الله، هو كل شيء وهو القادر على كل شيء، فوض أمري. هذا معنى تفويض. فإذا اللي فوض بعدين خلاص، لما تجي تفوض المحامي يجيب لش النتيجة مثلا عكسية، تقبلين، ما تعترضي، ما تقولي ترى أنا اللي اخترت، أنا اللي اخترت. هكذا مع الله تعالى لا تعترضي، مع الله عندما تفوضينه لا تعترضي. ليش؟ لأن الذي يفوض الله قبل أن يفوضه هو مسلم وهو متوكل. ليش؟ لأنه يعلم أن الله لن يضيعه، وأن أي قرار الله تعالى يقره ويأمر به وأي قضاء يقضيه الله تعالى هو الخير. انتهى، انتهى، ماشي جدال، ماشي نقاش. فالسؤال الآن، هل تفوضين الله صدقا؟ أم تفوضين على خوف؟ هناك من يفوض ولكنه مال خائف. التفويض لا يرومه إلا من كان واثقا بالله ثقة تامة لا شك فيها. وأنا آسفة إذا قلت لكم أنه لا يصل إلى التفويض إلا قليل، إلا قليل. الجميع يتوكل، لكن ماله؟ القليل اللي يتذكر، يتذكر ماذا؟ يتذكر الله عند ماذا؟ عند العجز. لأنه في ناس عند العجز مو تسوي، إذا مسه الشر ماله؟ إيش صار له؟ قلناها، قلناها المرة الماضية، جزوعة، جزوعة. أيوة، لكن المؤمن ماذا؟ يفوض، يفوض، ما يجزع، يفوض. فالإنسان الذي يفوض قليلين، لأنه متى هذا التفويض؟ هذا التفويض ماذا تأتي؟ عندما ينكسر ذلك الظهر من التفكير. احنا قلنا ترى، قلنا الثقة من وين تجيبيها؟ من الاتصال، من الاتصال وذكرناها قبل المحاضرة اللي قبل، تكلمنا عنها، رجع لها. إن الإنسان خلق هلوعا، رجع لها المحاضرة، مترابط. كل كلام الله فيه ترابط، ما في بعثرة، ما في بعثرة. طيب ليش احنا ما نفوض الله تعالى؟ لأننا ركننا إلى الشواهد، وغاب العقل عن الغيب، نسينا أنه في حاجة اسمها غيب. وعلى فكرة الناس اللي هي مادية، بمعنى أنه ما ترضى إلا بالأدلة، يعني ما عندهم هذه حاجة اسمها استسلام. خليك واقعي، يقول لك خليك واقعي، خليك واقعي. وش هو الواقع أصلا؟ وش هو الواقع؟ طال عمرك يقول لك خليك واقعي، اعمل اعمل. طيب أنا عملت لكن قلت حيلتي، خلاص غابت حيلتي، يعني مو أسوي، أخترق لي سبب، فمدد سببه. من وين؟ خليك واقعي، يعني وين؟ يعني لازم تكون، يعني واحد مثلا، مثلا مثلا واحد قالوا له انه انت لن تنجب، لن تنجب، وبذل كل الاسباب لان ينجب، فايش يقولوا له؟ ما في داعي تتعب، ليش انت تتعب؟ خلاص انت مستحيل، مستحيل تجيب. وبعدين بصراحة إذا كانت الأسباب المادية تقول إنك أنت ما راح تنجب، يعني من وين هتنجب؟ من وين؟ خليك واقعي. لكن ما يقولوا له إيش؟ فوض الأمر لله، فوض الأمر لله، يصلحه، يحييه. وما فسد في جسدك وعجز الأطباء عن إصلاحه، الله تعالى يحييه ويصلحه. فوض الأمر، سلم. أنت خلاص كل الناس قالوا لك ما ينفع، لكن التفويض أي أن تترك الأمر، خلاص تركته لك يا رب، كما تريد يا رب، كما تريد وكما تحكم وكما تقضي، راضية يا رب. وشوفوا ماذا بعد الرضا. التفويض تتطلب مالها
قوة داخلية. لذلك أنا أقول لكم، لما واحد ما يعرف يرتب أموره في حياته دليل على هزة في الداخل. أنا آسفة أقول أحيانا بعض الكلام اللي يعتبر صدمات كذا، لكنه عشان نكون واقعيين، ما واقعيين مال هذول الماديين، لا، عشان نكون شايفين الحقيقة. إنه عدم قدرتش على إدارة وقتك، سببه اللي هي إيش؟ ماذا؟ إنه أنت من الداخل ما عندش قوة. كيف يعني؟ يعني أنت ببساطة ما تعرف تقولي لا، ببساطة ما تعرف تقولي لا، ببساطة لا تعرفين ما لك وما عليك، ببساطة أنت لست حازمة فيما يتعلق بنفسك. الله تعالى يريد أن يخفف عنك، وأنت ماذا تفعلين؟ ما روم رد حد، ما روم، ما أقدر، ما يسوء. إذا صار في أساليب في الردود، في أساليب، أو إن صديقتي محتاجتني، إنزين في حد ثاني، أنت عندك أشياء ثانية لازم تسلميها في شغل، لازم تسلمي، بس صديقتي اسمع أنت. هنا وضعت نفسها إيش؟ أثقلت على نفسها، وبعدين راحت عند صديقتها وحلت لها مشكلتها، ويوم رجعت تأخرت في العمل، في العمل المطلوب منها. وبعدين تقول يا الله ذا الوقت ما يكفي. يا أخي لو يستوي 48، والله لو طيوش الأسبوع كامل واعتبروه يوم، بعدش نفس الشيء، لأننا لا نستطيع أن نكون حازمين. فإن كنت لا تملك القوة في الداخل والثقة في الداخل، أنا الثقة لما يجيني إنسان ويقول لي اعمل لي كذا كذا، أنا أعتذر، أنا آسف، أنا خاطري أساعدك، بس ما أملك، ما فيها شيء، ما خطأ. ولذا أشوف إمكانياتي بالضبط. ولذلك من يتدرب في الواقع، في الواقع أن في واقعه في حياته، يعني اللي يتدربوا إيش على 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 إنهم يفوضون، وعلى إنهم إيش أيضا يعتذرون ويخففون، الله تعالى يخفف عنهم. لكن اللي هم وحدهم أصلا مثقلين بعمارهم، هم مثقلين على نفسهم، خلاص أنت قبتل نفسك. واللي يضرب نفسه ما يصيح، ما يبكي، أنت اللي قبتل نفسك. فنحن نفعل ها على حساب ماذا؟ أنفسنا. ثم نشتكي. ولما تشتكي؟ إذا نحن نتعلق بالشواهد، بمعنى أنه دائما نريد أدلة، دائما نريد أدلة، يعني ماديين، يعني أنا ما أثق في الله إلا إذا أعطاني سبب. طب الله تعالى لا يحتاج إلى سبب، الله يخلق الأسباب ولا يحتاج إلى سبب. فأنت مشكلة عندك، لأن أنت متعلق بالأسباب. طب أنت ما تحتاج إلى أسباب، أنت في هذه الحالة أسبابك عجزت، ما كان عندك أسباب وما نفعت. إذن أنت ماذا تحتاج؟ أنت تحتاج للواحد القهار. أنت تحتاج إلى الواحد القهار، أن تؤمن بالله وهو الغيب، وهو الغيب. فشل الناس في التفويض يظهر في أنهم لا يثقون بأحد. بعد مشكلتهم لما يفوضوا، لما مثلا واحدة في واحدة للأسف، يعني واحدة من الأخوات جابت لها عاملة، ولما جابت العاملة ما زالت تشتكي إنها ما قادرة تخليها تسوي عنها الشغل، ما قادرة أصلا تحط بناتها عندها، وتتعلل بذلك وتخرج من الدوام وإلى آخره. إيش السبب؟ تقول ليش أنا ما قادرة أثق. طيب أنتي مركبة كاميرات؟ أيوة مركبة كاميرات. إذن إيش المشكلة؟ بس بعدني ما أثق، وكل شوية تتصل، كل شوية تكلم بناتها، وين المشكلة؟ أنتي مبعثرة من الداخل حبيبتي، لدرجة أنك لا تثقين في أحد، يعني حتى فاقدة الثقة في كل أحد. إذا كنت فقد الثقة في أتثقين في شيء، يعني معناته الثقة في نفسي أولا ما موجودة، فكيف أثق إذا كانت الثقة في نفسي ما موجودة؟ هنا المشكلة، وهنا تقع. ولذلك لماذا قلنا التفويض؟ التفويض يحتاج أن تكون أول شيء قوي من الداخل، عندك ذيك الثقة التامة، ها،
بالله، ثم ماذا؟ ثم باختيارك لله. لازم تثق باختيارك لله، عندما تثق بالله وتثق بأنك اخترت الأفضل، ها، لأنك عرفت الله. شفتوا؟ عرفت الله، أدركت عرفت الله، فعندها لا تخاف. شوفوا نبي الله إبراهيم، شوفوا نبي الله يعقوب، شوفوا عباده الصالحين، قالوا ها قالوا إيش؟ وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الله تعالى يعلم، خلاص يعرف كل شيء، فتركت الأمر له هو يحكم. خلاص أنتم ما تريدوا تقتنعوا، أنتم ما تريدوا تقتنعوا بكلامي، وأنا عملت كل السبل إنه أنا أنصحكم، خلاص أنتم ما تحبوا النصيحة. ولذلك الأم اللي تنصح أولادها وتعبت وتعبت وتعبت، خلاص فوض الأمر لله. يعني مو تسوي تدخلينهم إياها الهداية بالغصب، هم ما يريدوا يهتدوا، ما يريدوا يصلوا، وأنت نصحتيهم وأنت تعبتي، انتهى الأمر. لا تكلفي النفس فوق طاقتها، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وأنت مصرة، مصرة أن تفعلي كل شيء، مصرة الهداية تلقمهم إياها، مصرة الفهم تلقمهم إياه، مصرة السلوك الحسن والطيب أنت عليك اتخاذ، خلاص انتهى، سويت اللي عليك انتهى. ولذلك دائما أقول أيتها النساء والذات الأمهات، رحم الأعمارك، ارحمي نفسك، أيتها الأم لطفا بنفسك، وأيتها الزوجة لطفا بنفسك، وأيتها الأخت لطفا بنفسك، رفقا رفقا رفقا، كفاية تشلوا أشياء ليست عليكم، توقفي. أردت أن تتعلم التفويض، توقفي أول شيء، اللي تبى تفوض الله تعالى قبل تتعلم كيف تفوض في حياتها المادية. أيوة لطفا بنفسك، لطفا. أتكني تحولت تركيا يوم قلت لطفا، يوم يقولوا لطفا لطفا حلوة تطلع منهم. زين، التفويض مالها تحدث عندما تتوقف عن التعلق. أيوة شوفا هذه، لأن التفويض إيش يعني؟ يعني أنا رضيت بحكمك يا رب، فمتى يحدث؟ شوفوا هذه مو نسوي، عوين مو نسوي، صاشته وانتي لأنش مو تسوي، ما عارفة مو تسوي، تركي الأمر. تو أنا بقول لش حاجة، الله سبحانه وتعالى أعطانا مثال، الله تعالى أعطانا مثال نبي الله يعقوب، أخوة كادوا لأخوهم، هذا عين وهذه عين، كيف يسوي معهم؟ يلا تصرفوا، كيف تسوي؟ حط نفسك في موقف النبي يعقوب، مو تقولي ماذا ستفعلين؟ ماذا ستفعلين؟ جاوبني. حط نفسك في مكانه، أخ قتل أخوه، أيوة خلاص بنجن، إذا كان شو اسمه، إذا كنا جزوعين. أفوض أمري إلى الله، قالها إنما أشكو بثي ها لمن وحزني لله. خلاص أنا ما بيدي حيلة عليكم، ما بيدي حيلة عليكم، لا أقدر أقتلكم وأحكم عليكم بالقتل لأنكم سويتوا كذا بأخوكم، ولا قادر أرضى عليكم، ولا قادر، ما قادر أسوي شيء، كلكم عيلين في جبين، مو أسوي يا رب، حيلتي وقفت. أيوة بالضبط، التعلق وسببه أيضا مثل ما قلنا، لما أنت تتعلقي بالنتيجة وتريدي الحكم على كيفش، ما هو التفويض معناته أنت الحكم سلمتي لله، ما حسب ما هو الله تعالى يحكم، كيف ما يقضي الله لك، تتركين الأمر لله، تتركينه لله كيف ما يقضي الله، هذا معناته أنت في هذه الحالة التعلق انكسر عندك، خلاص
من يفشل في تفويض المهام يفشل في تفويض أموره لله. من يفشل في تفويض المهام يفشل في تفويض أموره لله. تعلمي كيف تفوضين الأمور لله ومتى وكيف، وستجدي نفسك أوتوماتيك تفوض الآخرين. كيف يعني أفوض الآخرين؟ يعني أفوض الآخرين أحيانا في أشياء مهام ما أسويها فوق طاقتي. لا، البيت طابقين وعندي 4 بنات ما شاء الله عليهم طول بعرض وبصحة وبعافية، تقول ليش ما أطرشهن؟ ما أطرشهن ليش؟ ما يهونن علي عندهن مذاكرة، يعني كيف ساعة واحدة في الزمن، يعني ساعة واحدة تجمع عن كلهن ساعة واحدة ينظفن تسوي مصيبة؟ لا، لكن عادي انتي انش تشتغل انتي شغل 5 أشخاص وبعدين ينكسر الظهر وتعيشي بعدين دور ايش؟ الضحية. ليش؟ لما تكتشفي انه اولادش بعد ما تزوجوا ما عبروش، خليه يتقمقم. بو ما تشتغل وبو تتقمقم خليه تتقمقم، اتتقمقم وتسكت. لكن تي اذا صحتش راحت وبعدين، اذا صحتش راحت تجلسية تبكي وبعدين. يحدث احيانا انك تعطي بعد في شيء ثاني، وهذا نفس الشيء الامهات. انا ما اعرف ليش اليوم كلامي عن الامهات، لانه واجد يسوين هذه الاخطاء، وانا ما اريد هن يوقعن في هذه الاخطاء. يعني حافظا على انت سيدات ايتها الامهات، وحتى الاخوات وحتى الزوجات، انت سيدة، الله تعالى يريدك سيدة كذا، ها، يحبك ان تكوني ايش؟ مرتاحة. انت ليش تبهدلي نفسك؟ وحدش مبهدلة نفسك، شال لك كل شيء ما يعنيكي، شاركي لكن ما تشلي كل شيء. يحدث احيانا ايش المشكلة؟ واحدة تقول لها خلي مثلا بنتش تنظف المطبخ عنك، ما تعرف تنظف. وأنا صراحة ما يعجبني إلا وحدي أنظف، صح ولا لا؟ ولا تتقمقم، إلا تتقمقم الأم، ما يعجبني تنظيف، أنا ما يعجبني غير وحدي أنظف ذا الشغل. هذا دليل على ماذا؟ دليل على إنه إحنا إذا كنا لا نثق في أنفسنا فلا نثق في اختياراتنا، وبالتالي لا نثق في الآخرين، على طول انتهى. طيب إيش تسوي في هذه الحالة؟ علميها ماذا؟ علميها تنظف صح كما أنت تريدي بالطريقة، أعطيها معايير. أنا أقول معايير، 1 2 3 أخطأت في شيء، ها، ما تضرب بقب، ما له داعي، حمول عداوة، حمول شر، حمول يعني. عاد قلنا لك أمهات قلتن ضرب بقب، لا، تتعلم. هذا ما كذا يسوى، هذا كذا يسوى، أريد هذا الشيء نظيفة. حتى لما تأتي إليك عاملة، الله تعالى يرزقش بعاملة، ما تجلسي تتقمقمي، إيش تسوي؟ دليها، خبريها كذا 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 كذا، ما نفعت بدلي، أعرف في مخاسير، لكن ليش أنا أشيل الهم وأجلس شال الهم؟ والله ذا الشغالة من اليوم جبتها ما تنفع، لأنش أنت أصلا جايبتنا وأنت ما واثقة فيها، أنت جايبتنا وأنت خايفة، جايبتنا وأنت مستكاودة أصلا، جايبتنا وانت غصبا عنش، ولذلك التفويض نفشل فيه. نحن نفشل في التفويض، يعني أنا لما أجي أفوض الآخرين هم يقوموا عني بمهمة أكون خايف. ليش خايف؟ عن ما يسويوا كذا صح، عن ما يعملوا كذا، وأجلس وراهم. هذا دليل على ماذا؟ دليل ان انا ما اثق، واذا كنت ما اثق في الاخرين يعني انا ما اثق في نفسي، انتهى الامر. من استطاع ان يفوض امره لله يعطي الناس الاخرين ثقه، لانه ايش؟ بيقدر يردهم، يوم يريد يرد بيرد، ويوم يريد شيء حد يسويه عنه يطلب بكل بساطه، لأنه يستقي الثقة من الله.
فيقدر الله حق قدره، ما يخاف. التفويض يريد ماله قائدا قائدا، ما وحده مشتغل شغل الضحية، تعيش عيشة الضحية. ها، هل أنت قائدة أم ضحية؟ سؤال اسألي نفسك. طيب تقولين زين لكن أنت قلتين عند العجز. أيوة، ما أنت عند العجز أنت كقائدة تطلبين من؟ تطلبين ملك الملوك. لكن التفويض في الدنيا مع الناس لازم تكون أنت قائدة، عارفة تحط الأوامر وين، وعارفة تقيمي، تعطي تقييم. لكن أنت إيش تسوي؟ أنت تعيشين دور الضحية. أنا المساكينة، أنا المضينينة، أنا اللي باعوني، ما أعرف مو بدينار باعوني، صح؟ هذا إحنا، صح ولا لا؟ أيوة، ما واجد ذي رددها كذاك. إحنا عايشين بهذه الطريقة، إحنا المساكين، إحنا المضحيين، إحنا التعبانين، إحنا 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 إحنا, إحنا. لا، إحنا ظالمين نفسنا. طيب إذن آخر شيء باغية تفوضي وتتعلم التفويض، سمعي هذه القواعد حتى تتعلم التفويض عشان ننهي المحاضرة. البيت يحتاج إلى قيادة، فالأم إن لم تكن قائدة وعارفة توزع الأدوار وعارفة تراجع وتقيم ما تقدر. ولذلك لاحظوا الأنبياء ليسوا قادة، الأنبياء ليسوا قادة. أيوة قادة، ولكن ماذا ماذا عندما يعجزون يوكلون أمرهم لله. حكماء يوكلون أمرهم لله. شوفوا الترابط، أنا أريدكم بس الترابط في خلق الأنبياء وأوامر الله تعالى. فإذا لازم تكوني قيادية. القيادي ماله؟ يفوض أمره لله ويعرف كيف يختار الناس الذي يريدهم أن يعينوه، عنده فراسة، يعرف من اللي يساعده ومن اللي ما يساعده ومن اللي ينفعه ومن اللي ما ينفعه، ويوزع. ما شكاك الناس يشك فيهم، كلهم يشك فيهم وما قادر يثق. ما أثق، إنزين خلي فلانة تطبخ عنش، لا 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 لا، ما أثق فيها، ما تعرف تطبخ، زعلميها، علميها، ما في بارة بعلم. عقب ليش تشتكي من شغل البيت؟ ليش تشتكي؟ لا تشتكي، لم تفوضي، لم تفوضي. القائد يراقب. نعم، ترى هو التفويض إيش يعني؟ عندما تتعلمين التفويض، ما معناته أنه أنا يا فلان أعطيك الأمر، أعطيك الأمر إيش وبعدين وخليك، لا لا، أراقبك، أقومك، وأصبر على ذلك، أصبر على تقويمك وتقييمك، تقويم غير عن تقييم. تو بينازعني التربويات تراهن. لا بد بالأخذ والعطاء وإعطاء الملاحظات، هذا هو التفويض. طيب كيف أفوض؟ خلينا نقول الآن أنتي عندش مشكلة في وقتش. أول شيء إيش الأشياء اللي تحسي نفسك اصلا زايده تحسيها بزياده ما اساسيه؟ ما التقويم؟ التقييم، مو تهم التقييم، ما التقويم. ايش الاشياء اللي تحسيها زياده اصلا وانتي مكلفه نفسك عنها؟ هذه نقطه. بعدين شوفي من الاشخاص الذي يمكن ان تثقي فيهم، لازم تعرفيهم، كوني عارفه قدراتهم، إمكانياتهم، إيش قدروا يسووا، وأعرضي ذلك. قل يا ناس أنا كذا كذا كذا، من بيساعدني؟ المشكلة إحنا نستخدم صيغة الأمر، ولذلك الأطفال ما يسمعونها، لأن نستخدم دائما معهم صيغة الأمر، قرب غير صيغة الأمر. أيضا شرحي لهم ما الذي تريدينه، شرحي. واحدة باغية العاملة هي اللي تطبخ، لأني أنا ما عندي وقت أطبخ، أنا ما عندي وقت أطبخ، ليش أسوي؟ ساعتين
3 ساعات أعلمها بعض الأكلات الأساسية وأدربها على الطبخ، وبعدين أخليها تطبخ، بعدين أعطيها تقييم، بعدين أعدل. بعد فترة بتشوفي نفسك الحمد لله، الحمد لله اللي الله خفف عني، صرت الطبخ ما أطبخ، الحمد لله الله رزقني هذه العاملة، ربي يبارك لي فيها وتعلمت وكل شيء. لكن مو تسوي أنت، أغلب الحريم مو يسويين، ما في أعلم حد، ما في طاقة، بس استسلام تام، هذا اسمه تواكل. خلاص تحمل عاد اللي يجيش، تحملي ما يأتيكي. الآن من 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 ذا كله نريد نوصل لنقطة أخيرة، وهي إنه يا حبيبتي إذا أردت أن تتعلمي تفويض أمورك لله، ها، تعلمي أولا أن تفوضي أمورك في الدنيا، لأن من استطاع أن يكون قائدا وثق، فمن وثق وثق بالله، فإذا وثق بالله ترك الأمر لله عندما تعجزه السبل، خلاص ما عنده سبل، ما عنده طريقة. إذن في النهاية من أراد أن يفوض، يعني ما يكفي يا حبيبتي، ما يكفي أن تقولي وأفوض أمري إلى الله، وهناها إيش؟ هنا إيش؟ هناها في مشكلة داخل. لا، أولا ابني تلك الثقة ما بينك وبين الله، ابنيها. كيف ابنيها يا حبيبتي؟ اتصلي به، كلميه، كلم الله، يسمعك في أي وقت في أي لحظة، خلي يقولوا عنك مجنونة، بس انت كلم الله، خليهم يقولوا اللي يقولوا، خلي يقولوا ايش مطوعة بزيادة، خليهم يقولوا اللي يقولوا، فليشبعوا بما قالوا. أنا مع الله في مجلس آخر، أنا مع الله في جنة، أنا مع الله قلبي ماله ساكن. خلي اللي يقول إنه يوم تصلي كأنها صلاة التراويح، يوم ما أعرف إيش، والله التراويح نحسها سريعة. أيوة، لا تجلسي تقولي كيف أفوض أمري إلى الله. اقتربي من الله، إنك إذا اقتربت لأسكن نفسك، وإذا سكنت نفسك اطمأن قلبك، وإذا اطمأن قلبك ترك. خلاص تقولي ما أريد شيء من الدنيا، أنا مستمتعة مع الله، في لذة مع الله، في لذة مع الله، خلاص فلأترك الأمر. إيش قالهم؟ إيش قالهم نبي الله يعقوب؟ ماذا يقول لأبنائه؟ شوفوا ماذا يقول نبي الله يعقوب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، شوفوا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وبعدين إيش يقول في نهاية حديثه مع أبنائه؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. خلاص تركتكم، إلى من رحت؟ إلى الله، إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأعلم من الله ما لا تعلم. خلاص أعرف إنه هذا حكمة، في حكمة، هذا اللي قال سيصير لي في حكمة، الله تعالى ها قدرها لي، وأنا يا رب راضي. وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولذلك التفويض يبدأ يا حبيباتي ماذا؟ بالاتصال. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير أخوات الرائعات الجميلات، ربي يفتح عليكم الفتوحات يا رب والخيرات.